ترانتينو. رجعنا لكم من جديد، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. صباح النور اللي تحقوا بنا في المشاهده واللي تحقوا بنا زاد توا في الاستماع. طريق السلام ان شاء الله نهيركم زين، نهيركم رزق وسعاده وفرحه ومحبه وجمعه مباركه للجميع. هذه الجمعه الاولى في سيدي رمضان، ان شاء الله يا ربي ديما سالمين، ان شاء الله ديما غانمين، ان شاء الله اجرنا عند ربي خير، ان شاء الله الذنب مغفور والصيام مقبول باذن الله. تخلينا نعملوا طلع على حال طقسنا باش يقعد مستقر كيما توا شميسه وربيعي، وإلا باش نشوفوا آخر النهار بعض الأمطار. هذا نكتشفوه تتسويته. تستقر درجات الحرارة اليوم الجمعة 15 مارس 2024، وباش تتراوح القصوى ما بين 19 و23 درجة بالشمال والمرتفعات، وكذلك السواحل الشرقية ما بين 23 و27 درجة ببقية الجهات. تتكون بعض الغيوم المرتفعة بأغلب الجهات، الريح تكون من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، ضعيفة فمعتدلة من 15 توصل حتى 30 كيلومتر في الساعة. عندك الحق يا لولو، ما قلت لهمش على حال البحر. البحر باش يكون قليل الاضطراب فهاد، هذا حال البحر، وللهدوء باش نشوفوه في المستجدات الوطنية. هل باش نشوفوا إقالات جديدة؟ هل باش نشوفوا ما بعد الإقالة؟ شنو اللي فما في المدة الأخرانية؟ شفنا وتويترت الحقيقة الإقالات ومنها الإعفاءات، زاد المسؤولين بارزين وبارزين برشا زاد في الدولة التونسية في مناصب وزارية، خلينا نقولوا إدارية مهمة زاد، ورغم وجاهة وساعات صواب قرارات الإقالة والإعفاء، ممكن باعتبار زادة ضعف الأداء الأغلب المقالين في علاقة بالمهام الموكولة ليهم أو القطاعات اللي قاعدين هما يشرفوا عليها. إلا هذا ما ينفيش أنه بعض الإقالات أو الإعفاءات ما كانتش مفهومة وإلا أسبابها ما كانتش واضحة. هذا اللي خلى عدة تساؤلات اليوم في الساحة موجودة، منها علاش بعد المدة القصيرة من التعيين اليوم نشوفوا الإعفاء؟ ما هو السبب منطقي لهذا الإعفاء؟ شنو اللي قاعد يدور في الكواليس من الخلافات في جرة الإعفاءات هذه؟ هذا وأكثر باش نحكيه فيه بعد شوية مع ضيوف الحصة. خليكم في الاستماع. شنو باش نسمعوا مع لولو؟ مع لولو باش نسمعوا ماهر زين توت سويت. على كتفين تحليل حضرم.